ليس البر وحده من يمتلئ بآلاف الألغام التي زرعتها الميليشيا لاستهداف المدنيين، بل تعده ذلك إلى نشر شبكة ألغام بحرية قبالة سواحل محافظتي حجة والحديدة. الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا منذ وقت سابق كانت قد تسببت بمقتل عدد من الصيادين في جزيرة الفوش التابعة لمديرية ميدي في محافظة حجة، أمر دعا قوات التشكيل البحري التابعة للجيش الوطني والمسنودة بقوات التحالف العربي إلى إطلاق عملية السهم البحري بهدف تحديد أماكن زراعة الألغام وتدميرها. مصادر عسكرية قالت إن دوريات تابعة للتشكيل البحري تمكنت أثناء زيارة استطلاعية من تحديد شبكة ألغام بحرية على بعد 10 أميال من جزيرة غراب زرعتها الميليشيا في وقت سابق، الأمر الذي استدعى تدخل الفرق الهندسية لسحبها وتفجيرها بالقرب من إحدى الجزر. وعلى الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي المتكررة للميليشيا من مغبة الاستمرار في زراعة الألغام، إلا أن نداءاته لم يستجب لها، وهو ما يعد سابقة خطيرة وتطورا يستهدف حياة العديد من الصيادين في سواحل البلاد.